رجعلكم مشاهدينا مع مارك بيروتي، واليوم عندنا موضوع كثير حلو عن المتي. وليش عن المتي اليوم؟ صباح الخير مارك، هاي، كيفك اليوم؟ تمام سافا. ليش نقيت هذا الموضوع؟ اذا بدي كان ابلش ليش نقيت، لازم احط صوره لنفهم، لكن رح اجرب نبلش على الصوره. كان بدي اترك على السوربريز انه سبيسيال. فنحن الباب الجديد عم نسمع كثير هيك اشياء حلوه عنه، يعني فرانسيس الاول صح، فعم بيعمل يعني اشياء من حياته السابقه هيك عن التواضع وعن اشياء كثير بيعملها، بحب الفقراء وهيك، بيساعدهم دائما صح. فواحده من كثير متواضع، كثير متواضع لدرجه يعني واحده من الاشياء اللي بيعملها يعني كثير هو بحبها هو الدرينك ناسيونال بالارجنتين، اكيد بغير مطارح. ففي صورتين كثير هلا على فيسبوك نحطه، يلي هو الباب عم بيشرب متي، هيدا وحده وقتها كان بعده اسمه الكاردينال بيرغوليو، وهيدي صوره ثانيه. فهيك حطوا كثير اشياء عنه، عم بيشرب متي ومع الفقراء بيروح لعندهم لانه هن بيشربوا، اكيد في كثير ناس بتشرب متي مش بس فقراء اكيد، بس هيدا كان سامبول ليفرجي عنه. فقلت هيك حلو نحكي عن المتي اليوم يعني، ونحكي عنها هيك. وكانوا عم بيقولوا انه كثير بحب القديس شربل، مزبوط، وكثير بحب اللبنانيه، صح عن جد، ومع هونيك يعني مع جيري اللبنانيه دائما الي ان كونتاكت، يعني بضل يروح على السفاره وهيك. والمتي هي عن جد بيبسطنا كثير يعني، هلا كل العالم بدهم يتقربوا منه بحبوا، بس هولي قصص صدفتني يعني انه صاروا معروفين. الحلو انه هيك حياته قبل ما يكون باب هيك كمان كانت حلوه، هلا ضو عليها انه ما كنا نعرف الاشياء. فمشان هيك نقينا المتي، لانه المتي هي معروفه بلبنان وسوريا كثير معروفه. صح. ليه معروفه عنا؟ لانه بسبب الجاليه اللبنانيه يلي هي خاصه ان جايه من الارجنتين من البرازيل، لانه هيدا درينك عندهم ناسيونال. فهيك نحن بعدين تعرفنا عليها للمتي. فالمتي بتنشرب، رح نحكي كثير عنها قد ما فينا، او بالجورد اللي عم نشوفها على الشمال هلا بنحكي عنهم، او مثل ما بيشربوها اجمالا بلبنان وسوريا بالركوه، يعني هو عاده مش هيك بتنشرب اكيد برا. هلا اول شغله حلوه نعرفها عن المتي، اكثر شيء قريب عليها ومن عائلتها هو الهو تبع نويل، يعني هي مثلهم ايلكس اسمها، بتشبهلهم كثير لهالعائله. الفرق بيناتهم انه هي اسمها، رح حط الصوره هيك مبين، اسمها ايلكس كمان بس هي من الباراغواي، فمشان هيك اسمها ايلكس باراغوايانسيس. يعني مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفه بنرجع لكم. بينتروكم ناطرة مارك لنطلع لايف. كم حلقة صرنا مش عاملين من إيكو، صاروا كتار لجنة التنسيق النقبية ضد البيئة. 10:03 ليك، رح نكمل بالوقت بسرعة قد ما فينا. رح ننتقل هلا، تاتيانا بتحضر لنا موفي، لانه المتي في ريتويال لكيف بياخذوها وكيف بيشربوها، فالتحضير تبعها كثير حلو. فرح نبلش هون نشوف الموفي ونحكي نحن عليه. اوكي، في مثل كالوباس بيكونوا هن اجمالا هول، فيهم يكونوا حديد، فيهم يكونوا ستانلس، بس كمان بيكونوا من نوع جورد، يعني مثل عندهم اياهم هن، بيعبوا المتي وكثير ضروري يخضوها، لانه الاوراق الكبار يطلعوا على الوجه، هلا بنشوف كيف بتطلع من جوا، والاوراق الصغار ينزلوا لتحت. هلا هو قبل ما توصل المتي لهون بيكونوا هن الاوراق قبل حمصوهم يعني شوي، بعدين اكيد بيرجعوا بحطوهم بهيدي الجورد وبخدوهم كثير منيح مثل ما عم نشوف. هلا بفرجينا هو بالموفي كيف، هلا رح تبين كيف الاوراق الكبار طلعوا لفوق والاوراق الصغار نزلوا لتحت. هلا هون بيجي وبيجيبوا شيء كثير خصوصي هن عندهم، يعني بسموها بومبيلا. هيدي البومبيلا بحطوها على المتي، وهلا بزيد مي بالاول مسقعه، وهذا الريتوال كثير مهم يعني يتبع مشان تكون المتي اكيد طيبه ومزبوطه وكل هالشيء. دونك الاول رح يحط مي مسقعه، بس مسقعه هون تا يدقوا شوي يعني بالوراق، وتا هيك يجبلوا شوي اذا نقول. بيرجع هلا بزيد، بيرجع المي السخنه، يعني بينطر اوقات دقيقتين بيرجعوا بزيدوا المي السخنه، اول شيء مي مسقعه صح، وبصيروا يزيدوا المي السخنه شوي شوي، وبعدين ببلشوا اكيد يشربوا المتي. له فوائد؟ المتي عنده كثير فوائد، بس بفضل انه نتركها للحلقه الثانيه، لانه كثير رح يعني بدنا نحكي عنه، لانه هو المتي الساف فيه كافيين، وهو بالكافيين كونتنت تبعه هو القهوه فيها اكثر والشاي فيه اقل،
دونك هو بيناتهم. اوكي. فدونك هيدي شغله كثير اساسيه. هلا اليوم ما رح نقدر نحضر موفي ثاني ولا رح نقدر نحكي على الفوائد، نرجع من كمانون. فحبيت اذا ما طلعنا لايف فحبيت فرجي صور حلوه عن استعمالاتها وعن الريتويال تبعها. دونك اول شيء نشوف انه المتة بالاساس كانوا ياخذوا الورق الاخضر ويمضغوه، يعني ما كانوا يشربوا كشاي، يعني بيعملوا ماستيكاسيون بيرجعوا بعدين اكيد بكبوا الورق. من بعد هذا الاستعمال رح نشوف هلا صور عن الريتويال تبع المتة. أوكي. اول شيء في عندنا البومبيلا. البومبيلا هن مثل شاليومو اذا ما نقول، بس فيها بقلبها فلتر تعمل هن وعم بيشربوا ما يطلع اوراق فيها. أوكي. هلا المتة اساسهم اكيد من باراغواي، بس بعدين انتشر خاصه بسبب اكيد كثير عوامل بالاورجواي بالارجنتين، وبنشوف كيف كل بلد عنده الفارم تبع الكالوباس تبعه بتتغير كثير. وحتى البومبيلا يعني كمان عندهم اشكالهم كثير حلوه، يعني الفنجان المتة لما بينشرب اكيد هيك الشكل تبعه كثير حلو والصور يعني حلوين. وهون بنشوف عدة انواع كمان من البومبيلاز يلي بيستعملوا، يلي هو مثل ما مبين تحت فيهم مثل فلتر وبعدين الوراق هيك ما بيطلعوا، والمتة بعدين اكيد تنشرب بهذا النوع من الشاليمو. هلا هيدا واحد من انواع المتة. في كمان المتة الثانية اللي بتنشرب مثل ما حكيناها قبل بس من دون مي سخنة. هيدا شو منعاش؟ ايه هون هيدا بيشربوه فيها، يعني هيدا كمان النوع كباية بسموها هون جوامبا. الجوامبا هو لما ينشرب الشيء بيقولوا له تريرة، يلي هو المتة يلي بتكون بس منا سخنة. كمان بتنشرب هيك مثل ما قلت لك قبل بلبنان وبسوريا بيشربوا المتة مثل شاي، يعني مش هالريتويال، يعني بحطوها مع مي سخنه بحطوها بعدين بياخذوا الفنجان. للفوائد الكثيره تبعه اكيد يلي رح نحكي عنه. في عندنا متة بلبنان؟ كثير، نحن اللبنانيين بيشربوا متة من كثير منهم، من العطار عند العطارين مع السوبر ماركت. هلا تن على السريع نقول انه هو كثير بفيد، فينا نعمل لهم انفيزيون بطريقه اهون 100%، هيك بيعملوه بلبنان. كيف مثل هيدي الصوره رح ارجع حتى فرجيناها نحن بالاول، يلي هو عادي مثل بنحط مي بنغلي بنطفي المي، يعني ما بنحطها مع مي عم تغلي وبنحط المتة بنحط الاوراق فيهم وقديه بنخليهم 5 دقائق وبعدين فينا نرجع نشرب. شو الطعمه؟ هلا في ناس ما بحبوا المتة، انا ولا مره ضايقه مشان هيك المره الجايه بنعمل حلقه بجيب متة وبدوقك اياهم. في ناس ما بحبوها بسبب المروره. اوكي. هلا بس بقولوا بالاول بعدين بتتعود عليها للمتة. هي المتة فيها كافيين، بحطوا فينا نحط سكر اكيد سكر وهاني. أوكي. يعني انا كمان كنت محضر صور عن كيف نشربهم، نرجع نقولهم مره ثانيه. بحطوا سكر او عسل مع المتة لتصير الطعم اطيب يعني شويه، وهو عنده كثير فوائد يعني خاصه لواحد ما يكون تعبان، حتى رح نحكي عنهم هول المره الجايه. رح بفرجي بعد صوره هيك كمان حلوه عن الريتويال المتة يلي الجاوتشوز بالارجنتين وهيك بيعملوا متة وببدلوا بنزيتها، ببدلوا اللي بالايد بيشربوا ورا بعضهم، يعني اكيد منها مش الكل بحبها الطريقه مش اجانيك. فهيدا شيء كثير مهم عندهم المتة، يعني بتوطيد العلاقات بين جروب مثلا بينشرب المتة بالطريقه انه شاركنا سوا بكبايه متة. صح. وهلا لقصه الاجانيك هي كمان لانه هي معروفه كمان انه بتنظف الاجان بكال وبطاهر، فمش هالقد مشكل كبير. ضروري بس ننتبه اكيد انه المي ما تكون تغلي، لانه عاده بتصير بتوجع التم وهيك يعني وهالاشياء. لكن بدنا نعمل حلقه ثانيه عن الفوائد وعن عن الفوائد لنكفي الموضوع وبتشربوني متى لدوقهم، لانه ولا مره ضيقه متى. لا مش هالجيله متى. بنشربكم استوديو كمان مش مشكله. ميرسي ماك، ميرسي. هاف ا نايس ويكند، نشوفك التنين الله راد. حسب هيئة التنسيق. حسب هيئة التنسيق. مشاهدينا وقفة، أنا برجع بطل عليكم حوالي الساعة 11 مع الشيف شارل عزار. اليوم عندنا تارت شوكولا. أتو تالير.